دابا كنعاود القصه ديال با باقي في الكلينيك من الصحه هنايا، وكنشكر كاع الناس اللي كان كيجيو يساعدونا، صحاب با كلهم من شيشاو، صحاب كلهم اللي كنتحرموا عنهم شحال من عام هادي، عمو كيجيو عندو للدار وكيحبسها، كتحبسهم ما كتخليهمش يدخلوا، كاع اللي كيجي كيدق عليك كيطلع عليه الدريه تيقولوا ليه ما كاينش باكم، كلهم با شافوه هنايا من صحابو من شيشاو من ايت هادي من القيم ديال شيشاو كلهم شافوا با. مي تنجي لشيشاو للسبيطار هنا تنقول لها جي عيشه اختي خلصي على الكلينيك على با باش يخرج، ما كتبغيش تخلص، قال لك انا ما نخلصش البرو معاه، الفلوس ديال با كاع داتهم، ما كنهضروش حنا على الفلوس دابا، ما كنهضروش على شي حاجه ديال الطمع، انا كنهضر غير على با. شهر وشهر و10 ايام هادي وبا في السبيطار، اش غنقول لك اخويا كنامنوا بزاف هاد السبيطار، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يتساعدوا معنا الناس، ماشي على الخلاص ولا ماشي على شي حاجه، غير على هاد الراجل تاخذ المصير ديال المراه، هادي تكرصات على با بزاف، اش غنقول لك الا عاود اش تجيكم هاد السيده؟ مرتبا مرشح، ولي هو مرشح، هو كان مرشح فيها كان مرشح فايت هادي في إقامة شيشاوة والسويلة، أش غنقول لك دار ستة الحجات ودار ستة العمرات، وكان محسنين محسنين كانوا كيدير ضحية للناس، وكاع اللي جا كيتساعد معاه، هاد السيدة قطعت عليه كلشي، قطعت عليه صحابه، قطعت عليه عائلته، منين جينا قلنا ليه ديو با ما بغاش، قلنا ليه غيجيو الصحفيين يصوروا هنايا، قالت لي جاتكم جريو، سير اللي عجبكم ديروه، تمنوا خويا الناس يتساعدوا معنا، ماشي يتساعدوا علينا بالمال، يتساعدوا علينا على يدعوا مع هاد الرجل هاد المرأة الله ياخذ فيها الحق. هادي راه اختي الكبيره نتعاود لكم القصه ديالو. هضري هضري يلا سو سو كنمشيو عندو كتسد علينا الباب اخيا، وانا عندي المصاريف ديال الدواء كتسد عليا الباب كتقول لي ما كاين والو عندي، والفلوس ديال الباب اللي عقد كيعطي ليا، اللي ما قد مسكين صافي ما كيعطي ليا شيء، قال لي ما كاين والو مسكين، كارثات عليه بزاف بزاف، كارثات عليها اخيا، واني ما سمحنا ليها، ما سمحنا ليها في الدنيا ولا الاخره، عدات هذاك الرجل الله يجيب ليها ان شاء الله اللي عدلها.